نعم، هذا هو الواجب. الواجب على الحكومة الآن أن تجهز للخروج، لخروج الناس بأعداد كبيرة بحيث توفر لهم الحافلات ليأتوا بالناس من الدواخل. هذا أمر لابد منه. إذا ما فيش تعاون معناه الموضوع سيكون ضعيف ولا يكون له تأثير. لابد الحكومة أن تجهز. هناك هيئة، أنا أضم صوتي لنقاب بيان نقابة المحامين وللهيئة الطرابلسية وللهيئة العليا لتنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وكذا. أضم صوتي إليهم جميعا بأنهم عازمون على أنه ما فيش حل إلا بالخروج إلى الشوارع بالآلاف وبعشرات الآلاف، لكن هذا يتطلب رعاية لهؤلاء الناس الذين يخرجون. يعني نشوف احنا رأينا الشعب السوداني كيف الآن أكثر من شهر وهو في الميادين لم يتحرك، حتى ضربوا بالسلاح، حتى فعلوا كذا، لأنه عنده إرادة لابد أن يفرضها. زي ما فعلنا في 2011، جلسنا وقاومنا وما حاربنا بالسلاح إلا بعد أن يعني قتلوا الناس هم بالسلاح. فالآن حين نطلبهم الخروج بمظاهرات سلمية زي ما فعل الشعب السوداني لتغيير هذه الأوضاع السيئة الفاسدة، وهذا يتطلب إعانة ورعاية من الحكومة ومن غيرها، من الناس اللي عندهم الأموال، ويكون هناك لجان منظمة يعني تحضر للناس ما يحتاجون إليه من حافلات ومن خيام ومن ماء ومن حاجيات الحياة، حتى يكون هذا الحراك على المستوى اللائق الذي يخرجنا من هذا البلاء الذي نحن فيه.